والاطلاع على آخر المستجدات في ساحة التظاهر تنضم إلينا عبر الهاتف من ساحة التحرير الناشطة المدنية ناهد أحمد. أستاذة ناهد، مرحبا بكم. أهلا وسهلا. أستاذة ناهد، اللجنة المنظمة لثورة تشرين كانت قد دعت إلى مليونية اليوم، كيف ترين استجابة المتظاهرين لهذه الدعوة؟ والله أنا يعني ما رحت اليوم لساحة التحرير، لو رايحة لساحة التحرير ما كان تحقق، لكن وصلتني الأخبار. الحضور جيد، الحضور جيد والشباب متحمسون. ويعني هذا الأنباء تشير إلى أنه عندهم تعنت فظيع وناقمين حتى على العشائر اللي وقعت وثيقة شرف، وأصلاً ما يعتبروها وثيقة شرف، أصلاً وثيقة خسة. العشائر لأنهم مستحيل يقدرون يغيرون رأي الشباب، خلي يروحون لساحة التحرير وخلي يحاولون يغيرون رأي الشباب، مستحيل. أستاذ ناهد، إصابة 20 متظاهر بإطلاق القوات الحكومية الرصاص وقنابل الغاز قرب جسر الأحرار ببغداد، لكن هذا الحدث هل سيؤثر على تواجد المتظاهرين في ساحات التظاهر برأيكم؟ راح يلهمهم اكثر، اصلا عده يوميه الفرديات بدون عباره، كل ما يقتلونه يزيد اصراتنا زايد ورفضنا لهم زايد، لانهم اصلا تورطوا نفسهم. السيد الحكومه مورطه نفسها، انا اقول لك مورطه نفسها بالقتل، قتلت المتظاهرين وتورطت النوبه وراح تعرض نفسها للمحاكم الجنائيه الدوليه متهمه بقتل المتظاهرين. وهاي من يطلعون يقولون احنا الحكومه ما تدري واكو طرف ثالث، اصلا عيب عليهم والله خزي. استاذ ناهد، كما تعرفين ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي التقى ببعض شيوخ العشائر، هل هؤلاء العشائر يمثلون ساحات التظاهر في بغداد وبقيه المحافظات برايكم؟ ابد لا يمثلون، بدليل انهم حرقوا حتى هذا مال المضيف مالت العشائر اعتقد بالناصريه او غيرها، او اعتقد هي على الاكثر بالناصريه. وهذا رساله لهم، رساله على انه احنا رافضيكم وانتم ابدا ما تمثلونا وما تقدرون تغيرون حتى مواقفنا ما تقدرون تغيروها. هناك انباء عن حصيله شهداء بغداد، وذلك جراء محاوله القوات الحكوميه فجر امس لفض جسر الاحرار، يعني وقع سبعه شهداء بينهم طبيب. كيف ترين موضوع أو ظاهرة استهداف الطواقم الطبية في ساحات التظاهر؟ الطواقم الطبية رغم كل تعرضها للخطر باقية وموجودة وأكثر من قبل. يعني هم قالوا يعني يقول إحنا هذه رسالة، هذه مو بس واجب ورسالة ورسالة شرف، وإحنا نبقى ان نضمد المتظاهرين الجرحى وهذا ونسعفهم اسعافات اوليه. نعم. ردا على الحكومه، وهذا نعتبره جزء من النضال، هذا يعني اعتبروه نضال هم. نعم. احنا مو بس مفرزه، احنا مناضلين. الناشطه المدنيه ناهد احمد، شكرا جزيلا لكم.